منذ أن تم الإعلان عن البدء بتفعيل قانون التصالح ومخالفات البناء الجديد رقم 187 لعام 2023 والجميع في ترقب حتى أسدل الستار وفتحت المراكز التكنولوجية بالمحافظات أبوابها لتلقي أوراق الطلبات الخاصة بالتصالح بدءا من اليوم الثلاث، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة. القانون الجديد كان فيه بعض ملفات كانت وقفل فيه بعض اجراءات كان المواطن مش مستوعبها، وكان فيه حاجات كتيره مش يقدر بينفذها. ما ده بالنسبه للقانون الجديد ابتدى سهل الموضوع ده على المواطن، والنهارده احنا اصبح بيدي ايه، مجرد ما سهلت على المواطن وعارف ان انا النهارده في التصالح بوصل المواطن للامان، اللي انا مش مقعد مهدد، اللي بيت اللي ابتدي قننه لو داخل الحيز يقدر يستفيد، اللي ممكن بعد كده يعلي لو خارج الحيز بيخلوه على نفس الوضع كده. ما اصبح الموضوع النهارده ككل مواطن لما يلاقي الموضوع في القانون الجديد النماذج قلت وابتدت دورة العمل بالتالي هتقل، وقبل حضرتك طبعا بالنسبة له بقت حاجة كويسة. وهيجي طبعا النهاردة حضرتك لما اجي انا اتصالح على مبنى عندي وقننه وخلوا وضعه طبعا شرعي، انا النهاردة بقدر اعمل كل، لو عايز حاجة رخصها ادخل المرافق، اعمل لو عندي مثلا محل اقدر انا ارخصه، ده طبعا سهل لي حاجات كتيرة جدا. النهاردة مفيد لي ان انا اجي اتصالح، ده سهل لي حاجات كتيرة جدا، ان انا دلوقتي عندي بيت ويلاكن داخل مدينة دورين انا مش هقدر ارفع فيه اي حاجه، انما لما اجي اخش على التصالح انا كده خلاص وصلت المرحله اللي انا قننت وضعي بقى صح، اقدر ان انا اقدم بقى تاني في جهه اداريه صلاحيه موقع وابتدي لو ليا ارتفاع اقدر اخد استفيد بدورين. والله قانون التصالح حاجه جميله طبعا، بيقنن الموضوع وفي نفس الوقت بيخلي اي حد اخطا في اي امور بيبدا يتصالح عليها، وفي نفس الوقت بيسهل الخدمات، يعني تركيب المرافق لو حب يعلي هيقدر يعلي من خلاله كده، تبقى امور متيسره يعني ان شاء الله. طبعا ده تسهيل من الدوله على اساس ان هو بيقدر ان المواطن يتصالح مع الدوله ويوفر كل حاجه كويسه. قانون التصالح الجديد كويس جدا ونفع ناس كتير جدا، والاجراءات الاخيره دي سهلت على الامور على الناس، واخد بالك، احسن ما كنا بنقعد لحد نموذج 10 وكان كانت اللجان بتقف وكان في تعجيل في اللجان، فهي الامور كانت مختلفه جدا جدا وكانت بتاخد وقت جامد قوي جدا. فالامور الجديده ديت كويسه جدا وبتسهل الامور، واخد بالك، بس عايزين الاجراءات بقى تمشي على طول على اساس ان اللجان تبقى مستعجله، واخد بال سعادتك، وتقيم الوضع وتدينا مثلا نموذج 3 او كده ونمشي في الاجراءات. الاسعار بس هي عاليه شويه، الاسعار مش كلها يعني، في اسعار في اماكن بيقولوا سعر بتاعها مثلا 500 وفي اسعار 600، فاحنا عايزين اسعار تكون متهاوده عشان الناس تقدر ايه تبقى تتصالح كلها. الاجراءات كويس الحمد لله كلها سهوله، والموظفين بتاع المركز التكنولوجي كويسين، ومدير المركز متعاون مع المواطنين كلها، واخد بالك، وبيرد على اي استفسارات بالنسبه للمواطنين، وفي نفس الوقت الامور سهله. احنا جينا علشان نقدم، الجماعه هنا بيحاولوا يفهمونا الوضع وواحده واحده معانا، وقالوا ان احنا هنقدم كروكي وهنقدم صوره بطاقه وهنقدم صوره المنزل اللي عليه المخالفه، وبعدين هنكمل بقى اجراءات التصالح تاني هنمشي فيها. يعني في ناس كتير عندها محاضر وقضايا، فطبعا لما بتعمل مصالحه وبتروح توديها في المحكمه ان بتاخد براءه من القضيه اللي بتبقى عليها، فطبعا ده سهل عليهم كتير وخلى القضيه من عليهم تبقى اسهل بكتير. طبعا بالنسبه للتصالح الجديد او قانون التصالح الجديد، الهدف الاساسي ويمكن تكلفات معالي الدكتور وزير محافظ الفيوم، احنا ازاي نيسر على المواطن، فبالتالي هنا الرسوم المقرره طبقا للقانون رسوم مناسبه جدا، وطبعا حصل فيها ان هي شرايح طبقا للمساحات اللي هو المواطن اتصال عليها، فمناسبه. وان شاء الله زي ما انتم حضرتك شايفين، يمكن ده اول يوم اهو وشايفين ازاي الكم اللي موجود وبيقدم على التصالح. النهارده كل مواطن يبقى حريص على نفسه، حريص ان هو يستفيد بالفرصه دي، فرصه القانون وفرصه التصالح، لان دي فرص القانون او الدوله بتقدمها طبقا للقوانين. انا النهارده مخالف، فالنهارده انا لما بقنن وضعي ببقى في الامان طبقا للقانون. فالافكار اللي احنا بنناشد بيها التوعيه، من ضمن اهم حاجه التوعيه، المواطن يكون عنده وعي كامل بان دي فرصه الدوله بتقدمها. الدوله حريصه جدا على ان هي تقنن الاوضاع المخالفه في السنوات القديمه او السنوات السابقه، فبالتالي انا كمواطن لازم استغل فرصه القانون واقدم على ملف التصالح سواء على مستوى المدينه او مستوى القرى.
والله هي طبعا فرصة كويسة جدا للمواطنين ان هم بيقننوا وضعهم، لان كان الوضع طبعا يعني الناس بانية في اماكن مش ملكهم والاماكن خارج في الزراعة وخارج الكتلة السكنية، فطبعا الوضع غير مقنن، فدي فرصة كويسة ان المواطنين يقننوا وضعهم، يبقى معهم اوراق تثبت يعني المباني اللي هم بانينها وقاعدين فيها. انا شايف قانون التصالح ده من القوانين اللي فعلا صدرت في صالح المواطن، ومن القانون من القوانين الكويسة، لان ده بيقنن اوضاع المواطن، بيضمن المباني اللي موجوده. طبعا زي ما انت عارف ان المباني دي ثروه قوميه، فجاء قانون التصالح ان هو يقنن المباني دي، وده حاجه جميله جدا في صالح المواطن. ليه بقى سعادتك؟ علشان احنا المباني دي كانت مخالفه وما كانش ليها مرافق وكانت ليها قضايا في المحكمه، فلما جاء قانون التصالح طبعا قنن اوضاع الناس دي وخلى المباني دي صالحه وبقت كويسه للاشغال وكل حاجه. بعدين لما يجي النموذج يصدر للمواطن بيصدر ليه؟ بناء على ايه؟ بناء ان المبنى ده صالح وسليم، فدي حاجه كويسه للاشغال يعني، واشغال المباني. تفعيل قانون التصالح ده هيحل ازمه كبيره جدا جدا بالنسبه للناس اللي هي عليها قضايا وعايزه تخلص منها، وبالنسبه يعني للخالف الفتره الاخيره ديت وعايز يوصل عدادات، عايز يوصل الكلام ده كله، فهو عايز يرخص مثلا صيدليه، بيته ينفع يترخص في صيدليه، بيته ينفع يترخص في وحده مثلا ايا يكن نوعيتها ايه، فده هيسهل للناس حاجات كتيره جدا. فطبعا التصالح لا حل كويس جدا 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 بالنسبه للناس في الفتره ديت طبعا يعني.